تحية لكل اللي بيتابعوا موقع الفن، منقدم لكم الحلقة السابعة من توب 10 الفن يلي عم تشهد دخول أغاني جديدة وتراجع بعض الأغاني وتقدم أغاني عديدة عم بتحقق نسبة استماع عالية على يوتيوب واللايف ستريمينج والتطبيقات الموسيقية والطلب على الإذاعات والتلفزيون. بداية بالمرتبة العاشرة تتراجع غنية سيرين عبد النور أنا رجعت من المرتبة التاسعة للمرتبة العاشرة هالجمعة بعد ما حصدت هالغنية نجاح كبير مع انطلاق مسلسل الديفا يلي بتلعب بطولته أمام بوسي ويعقوب الفرح. لمت بس دفعت التمن رح خلي السعادة والأمل لقلبي وطن. بالمرتبة التاسعة تتراجع غنية سعد المجرد سلام من المرتبة الثامنة للمرتبة التاسعة هالجمعة بعد مرور أكثر من شهرين على طرح. بالمرتبة الثامنة تتراجع غنية مايا دياب ربع ساعة مرتبة واحدة بعد ما كانت بالمرتبة السابعة الجمعة الماضية، واختارت مايا دياب هالغنية من ألحان عصام كاريكا كأول تعاون بينهم. بالمرتبة السابعة تتراجع غنية فارقوني لنصيف زيتون من المرتبة السادسة للمرتبة السابعة بعد مرور أكثر من شهرين على طرحها. من الأول أبتعد وأنسى هواكم، لا بحن ولا ابتسامة، بس وجه من عندي يزعل ليش أضل باقي معاكم. بالمرتبة السادسة نيو انتري غنية تامر حسني حلو المكان من فيلم الفلوس يلي تصدرت ترند اليوتيوب بعد أقل من يومين على طرحها. حشاني فعلا قعدتنا ولم الزمان، هنقضي يوم ضحك وهزار. بالمرتبة الخامسة تتراجع غنية قدام مرايتها لعمر دياب مرتبة واحدة هالجمعة بعد مرور أكثر من شهر على طرحها. بالمرتبة الرابعة تتقدم غنية أحلام ما استغني مرتبة واحدة هالجمعة بعد ما كانت بالمرتبة الخامسة الأسبوع الماضي. هالغنية بعدها عم تحصد نسبة استماع عالية وهي من ألبوم أحلام الجديد. في شيء ما تفهمه هذا عمري. بالمرتبة الثالثة بحافظ ديو ماجد المهندس وأحمد الهرمي يهزك الشوق بعد ما دخل الأسبوع الماضي على التوب 10، وبيتميز هالديو بالإحساس والرومانسية. داني يفوت عمري وأنا للحين منتظرك، أنا بدونك ترى بعيش وحداني. المرتبة الثانية تتراجع غنية محمد رمضان وسعد المجرد انساي مرتبة واحدة هالجمعة بعد ما تصدرت لأسابيع المرتبة الأولى. بتقول لكل قراء موقع الفن اللي حبوا الاغنيه واللي سمعوها وطلعت المرتبه الاولى بالتوب 10؟ بشكرهم جدا ومبسوط ان الاغنيه عجبتهم وان هم اللي خلوها نمبر 1. اما بالمرتبه الاولى تتقدم غنيه محمد حمائي رسمك في خيالي مرتبه واحده هالجمعه بعد ما دخلت المرتبه الثانيه الاسبوع الماضي بسباق التوب 10، وهي من البومه الجديد كل يوم من ده، ونالت اعجاب المتابعين والمحبين بشكل كبير. ما حكيت عليك للناس وللأيام، قالوا لي خيال وقلت حقيقة مش أوهام. لهون بتكون خلصت حلقتنا من توب 10 الفن. مين رح يتصدر ومين رح يتراجع؟ موعدنا بيتجدد الجمعة الجاية بنفس التوقيت. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد.